يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشفع هو كل المخلوقات وأنها من ذكر وأنثى، فهل يستثنى من ذلك الملائكة عليهم السلام حيث لا يسمون بتسمية الأنثى؟ الكلام في غير الملائكة، كلام في عالم الجن والإنس وعالم الأرض، أما عالم السماء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.